يا سلام عليك يا مهند، يا مهند حبيت عشانك كسل وخليت دياري عشانك، عشقت أرض الطاقة يا سلام عليك جميل ريحانة يا سلام. انت زي ما انت عارف يا مهند انه الشركة كان بيمر بظروف، والحمد لله الحاجة دي استندهت، ربنا يحفظنا ويحفظ السودان عرفتها، ويلين بيننا الشمل ويزيد بيننا المحبة ان شاء الله يا مهند، كلنا كده شمال جنوب شرق نتكاتف ونترابط ونكون مع بعض يعني. تعجين وطن صار الوطن يعني صراحة الواحد يعني حزين شديد للأوضاع الحاصلة في البلد، رغم الظروف المارة بالبلد فالحياة دي مفروض توحيدنا نحن كشعب، تربط الناس صح، توحيدنا كشعب نحن محتاجين نقيف مع بعض، الفترة الجاية فترة صعبة صح، الناس تقيف مع بعض لا غبليات ولا صح، ولا ده من كده ولا ده من كده، في النهاية نحن كلنا سودانيين يعني محتاجين وطن صافي، وطن معافى من المشاكل، محتاجين احنا نبني بلد للفترة الجاية، محتاج للمواطن أكثر من الحكومة. يا سلام يا سلام، والله فعلا يا مهند ربنا يديم المحبة كده إن شاء الله، ربنا يديم المحبة إن شاء الله بيننا من المشاكل والفتن والله إن شاء الله يا مهند. أنا ده والله أنا سعدت بك شديد يا أخو، كنت مبسوط بك شديد والله يا أخي، والله يا حمادة يا أخي الكثرة يعني كثر خيرك، إنك أنت بركتنا من أجواء الواحد كان ما محتاج إنه يكون فيها، الله يديك العافية يا مهند، شكرا لك انت برضو لجيتك ولحضورك والله العظيم يا مهند، تسلم والله. الراجل ده راجل صاحبي طبعا يا جماعة، عمر سنين والله العظيم، سنين ودينين والله ربنا يديم المحبة كده ان شاء الله يا مهند، ان شاء الله يا ان شاء الله، الله يتسلم يا مهند، يديك العافية ان شاء الله، الصحة والعافية، تسلم يا صاحبي يا حبيبي، يلا يا مهند الله ولينا سلمى السلام جاو